نذهب إلى موضوع أخير في سياق هذه الحلقة، والحقيقة واشنطن بتخوض حرب يعني أخرى، حرب تكنولوجية مستمرة منذ سنوات مع بكين، وده لمنع الصين من تصنيع رقائق أكثر تقدما يمكن استخدامها لتعزيز الجيش. دائما بتقوم أمريكا بتعزيز جهودها لخنق صناعة الرقائق الصينية، ويمكن تابعنا مع حضراتكم في حلقات كثيرة جدا من إكسترا اليوم هذه القضية تحديدا وهذه الحرب الأمريكية الصينية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية. خلال السنوات الماضية واشنطن تمكنت من حرمان الصين من الحصول على هذه الآلة المتطورة، وأعلنت إدارة بايدن عن قيود جديدة على شحن أدوات صناعة الرقائق الأمريكية الصنع إلى مصانع الرقائق الصينية المتقدمة في عام 2022، وأقنعت منتجي أدوات صناعة الرقائق الرئيسيين في اليابان وهولندا بأنهم يحذوا حذوها من خلال الضوابط الخاصة بهم. طيب خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكثر عن ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية وهذه الحرب المستمرة الحقيقة بين الصين وأمريكا في هذا الملف. عبر الهاتف بينضم إلينا الأستاذ حسين إسماعيل خبير الشؤون الأسيوية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم. يعني في البداية خلينا نعرف من حضرتك حكاية موضوع الرقائق بين أمريكا والصين، وليه بتشتعل الحرب مجددا؟ الرقائق أو أشباه الموصلات عنصر حيوي ومحوري في العديد من الصناعات، وكما ذكرتم في الصناعات العسكرية، الحواسيب والذكاء الاصطناعي. مجددا أكبر منتجي الرقائق هي تايوان، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، أو بالترتيب كوريا الجنوبية تحت المرتبة الأولى، ثم تايوان، ثم الصين، ثم اليابان، ثم تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة. في إطار الحرب الشاملة أو الصراع الشامل ما بين الولايات المتحدة والصين، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة حرمان الصين من إحراز تقدم كبير في هذا المجال، وذلك من خلال حظر تصدير آلات تصنيع أو تصميم الرقائق إلى الصين. هذا الحظر كما قلتم بدأ في عام 2022، تجدد هذا في يعني هذا العام قبل شهر تقريبا. الصين ترى أن ذلك يتعارض مع قواعد التجارة الحرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتذرع في ذلك بمسألة الأمن القومي، وأن حصول الصين على تلك التكنولوجيا الفائقة التقدم يساعدها على اختراق الأمن القومي للولايات المتحدة أو حلفائها. ولهذا أقنعت الولايات المتحدة اليابان وهولندا بحظر، أي بدأ أن تحظر تصدير هذه التكنولوجيا إلى الصين، ولكن الصين من جانبها تدرك ذلك. ولذلك قبل شهر تقريبا الحكومة الصينية أقرت خطة تقضي بمقتضاها تمويل ما يقرب من 28 مليار دولار لقطاع إنتاج الرقائق وبحوثها في الصين، بل وأصدرت أيضا يعني مرسوما بيحظر على الشركات في الصين استخدام الرقائق الغير صينية، والمقصود هنا أصلا الرقائق الأمريكية، وذلك في محاولة أيضا لتحفيز تلك الشركات على المزيد من البحث في هذا المجال للوصول إلى تقنيات أكثر جودة لمواصلة جهودها في هذا المجال. ولكن حسب التقديرات الأمريكية ما زالت الصين يعني في وضع متأخر عنها في مجال الأشباه الموصلة. طيب إلى أين تتجه هذه الحرب التكنولوجية في 2024 أستاذ حسين؟ الحرب مستمرة، حتى وإن كان بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قال قبل يومين وهو كان في زيارة للصين، قال إن حظر الولايات المتحدة لتصدير تكنولوجيا الرقائق إلى الصين لا يعني أن الولايات المتحدة أو لا يهدف إلى إعاقة تقدم الصين أو إعاقة تطورها التكنولوجي في هذا المجال، ولكن الحقيقة هي أنها أن هذه الحرب أو هذه الجبهة هي إحدى جبهات الحرب ما بين البلدين، وهي حرب أو صراع على العديد من الجبهات، سواء على المستوى الاقتصادي الجيوستراتيجي، على المستوى السياسي،
أو حتى على المستوى العسكري في مستوى في مجال التكنولوجيا العسكرية. ولكن كما هو معروف الآن الصراع الأكبر بين القوتين الكبريين في العالم واشنطن وبكين، التكنولوجيا تحتل فيه مكانة بارزة، ولذلك سوف نشهد في السنوات القادمة المزيد والمزيد من المجابهات على هذه الجبهة. نعم. طيب خليني أسأل حضرتك على الجانب الآخر عن الصين تحديدا أستاذ حسين، يعني يمكن اتكلمنا عن استهداف الولايات المتحدة للقضاء على هذا التقدم الصيني ومنعها دائما من الحصول على هذه الرقائق، ولكن الصين شايفة ده ازاي أستاذ حسين؟ كما قلت، الصين تعتبر أن ذلك تعارض مع قواعد التجارة الحرة، وهذا انتهاك بالفعل لقواعد التجارة الحرة. ولكن من ناحية أخرى الصين تعمل على تطوير قدراتها الذاتية في هذا المجال، وأعتقد أن خبراتنا السابقة مع الصين التي استطاعت أن تحقق تقدما يعني مذهلا في العديد من المجالات، أعتقد أن الشركات الصينية قادرة على يعني سد الفجوة التي تفصل بينها وبين التكنولوجيا الأمريكية. ربما الأمر يستغرق بعض الوقت، ولكن في النهاية أعتقد أن الصين قادرة على أن تصل إلى مستويات بالغة التقدم في هذا المجال، خاصة كما قلت أن الحكومة قد خصصت ما يقرب من 28 مليار دولار أمريكي لهذا القطاع. هذا سيكون حافزا كبيرا للشركات الصينية للعمل يعني بقوة أكثر على التطور في قطاع أشبه الموصلات. نعم، أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل، أستاذ حسين إسماعيل خبير الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.